حضرتك راكب عربية هتدفع تقريبا 4 جنيه في ال 20 ل 25 كيلو، ومصر هتدفع 8 جنيه، يعني لو اتمشيت أو ركبت دراجة هتدي مصر 16 جنيه. بهذه البساطة قدم عبد الفتاح السيسي رؤيته لبناء مصر مؤكدا: أيوة مش هتتبني بلدنا غير كده. مطالبة السيسي للمصريين بالذهاب إلى أعمالهم سيرا على الأقدام أو بالدراجات الهوائية جاءت خلال قيادته ماراثون رياضي فجر اليوم بمشاركة نحو 2000 من طلاب الشرطة والكليات العسكرية والجامعات وعدد من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين. فهل يستجيب المصريون لمطالبة السيسي بالتقشف في مواصلاتهم وتوفير دعم البنزين وقيادة الدراجات؟ وهل يمكن بالدراجات أن تنتهي الأزمات في مصر؟ وهل تلك الخطوة تكشف ملامح برنامجه الانتخابي الذي لا يعرفه سواه؟ لازم نعرف بعض كويس، ولازم كمان نحب بعضنا كويس. شباب من مصر مع شباب من الجيش مع شباب من الشرطة وأي أحد من المجتمع يريد أن يشارك، هكذا دعا السيسي صباح اليوم للمشاركة في نشاط هدفه الوحدة بين المصريين كما عبر الرئيس الجديد. النشاط بدأه السيسي بخطاب قصير شدد فيه على عدم الخلاف بين الشباب العادي وبين شباب الشرطة والجيش وطلاب الكليات العسكرية، لأنهم كلهم مصريون ويحب بعضهم بعضا، ولأن الشعب لديه الكثير جدا مما يجمعه على قلب رجل واحد لا يختلف أبدا حسب تعبيره. 20 كيلومترا من الكلية الحربية عبر طريق الإسماعيلية هي المسافة التي قطعها المشاركون في الماراثون، لأنها تمثل المسافة الطبيعية التي يقطعها غالبية الناس في الذهاب إلى أماكن الدراسة أو مقار العمل كما جاء في الخطاب، والهدف كان بيان المقصود بالقوة الذاتية للمصريين. الساعة ونص أو الساعة بالوسيلة دي تودي حضرتك الجامعة أو تودي حضرتك الشغل أو تودي حضرتك، ممكن حضرتك طبعا حضرتك. ولم يكتفي السيسي بالتلميح، بل وجه دعوة صريحة حتى للنساء لركوب الدراجات بديلا عن السيارات أو المواصلات العامة لمن لا يستطيع السير على قدميه لمشوار واحد فقط، وذلك ليوفر كل مواطن 16 جنيها يوميا لصالح البلاد. أيوة مش هتتبني بلدنا غير كده، تتبني بلدنا إن حضرتك تبقى قادر على أنك تشارك في بنائها. كثير من المراقبين يرى أن السيسي لا يزال يغازل عاطفة البسطاء بلقطات قصد منها التعبير عن لياقته البدنية وتبسطه مع الشباب كما سبق فعلها منذ نحو العام حين كان وزيرا للدفاع، كما يرون أنه مستمر في نقل الكرة لملعب المواطن غير مهتم بإيجاد حلول حقيقية للمشاكل المزمنة في المرور أو الاقتصاد، وأنه قد وجه خطابه للفئة الخطأ وهي الشباب والبسطاء بدل الأغنياء في نصيحته بركوب الدراجات بدل المواصلات التي لم توفرها الدولة أساسا بشكل مناسب. وتذكر البعض كلمة عمدة بوغوتا الكولومبية السابق: إن الدولة المتقدمة ليست التي يركب فيها الفقراء السيارات الخاصة، ولكنها التي يركب فيها الأغنياء المواصلات العامة. وكانوا حاميننا وإحنا ماشيين، وكنت سعيدة بيهم وكنت مبسوطة بيهم. مشاركة الفنانين والرياضيين كانت ملحوظة في السباق الذي بدا طبيعيا حال عرضه في التلفزيون المصري، غير أن بعض الناشطين التقط له لقطات تبين حجم التأمين الذي حظى به برا وجوا. السباق لم يقتصر على الدراجات في الشوارع، وإنما جرى بالتوازي معه سباق آخر بدا أكثر إثارة وطرافة، وهو سباق الإعلام في الحفاوة بالفكرة، وهو ذاته الإعلام الذي بالغ في السخرية من نائب البرلمان الإخواني حين ركب الدراجة. والأطرف كان السباق على تحديد الفائز بالماراثون، فعلى حين هللت مواقع لفوز السيسي المتوقع بالسباق، فإن مواقع أخرى اشتهرت بقربها من الأجهزة الأمنية نقلت عن بعض المشاركين تأكيده فوز وزير الداخلية بعد منافسة مع وزير الشباب. وحول فعالية السيسي فجر اليوم ومطالبته المصريين بالذهاب إلى العمل بالدراجات أو سيرا على الأقدام، يشاركنا المناقشة في الاستوديو الكاتب الصحفي محمد القدوسي وسامح راشد الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكما أستاذ سامح. أبدأ بك، يعني قال لك 16 جنيه لمصر كل يوم، ده بيخاطب الانتماء الوطني والضمير الوطني عند المواطن المصري، يعني كيف تقرأ هذا
هذا الخطاب بهذه الصيغة في هذه الاحتفالية؟ هو الخطاب ليس جديد، لأن هو يتبنى هذا المنهج التقشفي اللي هو أحادي الاتجاه منذ الحملة الانتخابية. بمعنى إيه أحادي؟ بمعنى أحادي الاتجاه بمعنى أنه يطالب المصريين بالتقشف وتوفير النفقات بل والتبرع للوضع الاقتصادي السيء في مصر، دون أن يفكر هو لا في الإقدام على نفس الخطوة سواء بشكل شخصي أو بحكم منصبه كرئيس الآن، ولا بشكل عام بتخفيض النفقات العامة والحكومية من مؤسسات الدولة. ويكفي مثالا على هذا اليوم، يعني كنا نريد أن نعرف كم تكلف هذا الماراثون اليوم ليقدم كنموذجا للتوفير أو للبذخ ايا كان النتيجه في النهايه. من نظرك ممكن يكون يتكلف ايه؟ يعني الناس خارجه بدراجاتهم، اكيد كل واحد جاب العجله بتاعته وطلع يعني في والحراسه والتغطيه الاعلاميه والطائره الهليكوبتر اللي كانت بتجوب والشوارع التي اغلقت والطريق الذي افسح واصاب حركه المرور بالتوقف في كل محيط المنطقه اللي تم فيها الماراثون، اليس هذا مكلفا؟ الا يساوي هذا اموالا طائله؟ وكنا نتحدث في العام قبل الماضي عن موكب الرئيس مرسي وكم سياره وكم يتكلف عندما يتحرك. يعني فالمقارنه هنا صعبه للغايه. طيب أعتقد استاذ محمد القدوسي، في تكلفه لكن العائد منها هيكون اكبر من هذه التكلفه بكتير لو فعلا استجاب لها المصريون وكل واحد مش على رجله، هتتحل ازمات كتير. هو انا هستعير من صديقنا العزيز الاستاذ محمد منير الصحفي، كتب النهارده على صفحته على فيسبوك، قال له جرايه نجم انت هتقضيها سباقات عجل وبتاع، مش انت بقيت الرئيس بقى، فين القرارات وفين الكلام ده؟ هو السيسي فاهمه انه ممكن يقضي الحكايه كلها دعايه. وانا قلت قبل كده ان الخاطب يستطيع ان يكون كاذبا لكن الزوج ما يقدرش يكذب. انه رايح يخطب يقدر يقول لها هجيب لك فيلا على الريفيرا وعربيه 8 سلندر وبتاع، لكن الزوج لو قال لها انا جايب لك معايا نص كيلو لحمه وما جابوش هيبقى فيها كلام تاني، يبقى الدنيا بقت صعبه جدا. فلما تبقى انت يفترض انك انت رئيس او يفترض انك انت مسؤول كما يزعمون، ما ينفعش بقى تقعد تعمل لي سباقات عجل وبتاع. ثم ان دول ناس جهله من اول المسمى، ده مش ماراثون. لسباق الماراثون اطول من كده الضعف تقريبا. وبعدين سباق الماراثون ده اللي هو سباق للعدوى على الرجلين، مفيش حاجه اسمها ماراثون دراجات. فدول ناس هم مش فاهمين هم بيعملوا. زي ما قال الاستاذ سامح، انت علشان خاطر بس تكلفه الخط المفتوح للاتصال مع الطياره الهليكوبتر، مش طياره الهليكوبتر دي في حد على الارض بيكلمها وبيوجهها لا تمشي يمين وتمشي شمال، وده قول سرب من الطيارات الهليكوبتر وسرب من العربيات المدرعه اللي احنا شفناها. طب العربيه المدرعه دي ثمنها كام واستهلاكها وهي ماشيه كام؟ سيبك كمان من بنزينها وبتاع، دي تفاصيل، دي تكلفه احنا ممكن ان احنا نتحملها. وازاي ان انا اقدر استعيضها؟ هو انا اللي بصنع العربيه المدرعه ديت ولا بجيبها مستورده من بره؟ العجله اللي هو كان راكبها الاستاذ عبد الفتاح السيسي، يا ترى برضه ان هو ساب البطاقه والشبشب رهن عند عجلاتي وبعدين راح لقاه قافل بعد صلاه الجمعه فراح استردها منه؟ انا داخل في القذافه. انا هنا بكلم كل الثوار بقى اللي في مصر، يا جماعه انتوا لبستونا في القذافي. القذافي اللي هو ايه؟ اللي هو نمره واحد في هو طبعا القذافي ما كانش بيعمل كده، كان ينزل يعني ده وسط الناس، كان بيعمل حركات شباب جامعات فنانين اعلاميين في الشارع يا عمي، يعني ده رئيس الشعب المصري كان بيدور على الشارع. احنا اتفقنا ان ده بالشارع، ده سيارات مدرعه وطريق مخلى ومغلق وفي فوق منك طيارات الكوبتر. وليلى علوي قالت ده الجماعه كانوا معانا طول الوقت وبيأمنونا. طيب لو انتوا في وسط الشعب، هو ده شعبه، هو ده الشعب اللي هو شايفه، هو شايف ان طيب. الست بتاعت الكشك بتاعت امبارح اللي كانت بتدعي عليه بشعر راسها لانه هدلها الكشك بتاعها، دي مش شعبه. انما الجماعه اللي هم اللي معاها النهارده دول الفنانين طيب. والبتاع والكلام ده تمام. هم دول شعبه. طيب انضم الينا عبر الهاتف الاستاذ حسام فوده، عضو المكتب التنفيذي لتنسيقيه 30 يونيو وعضو جبهه الانقاذ. استاذ حسام اهلا بيك. يعني انت شايف الموضوع ازاي؟ شايف ان هو فعلا خطاب جيد للضمير الوطني؟ شايف ان هو فعلا رئيس ماشي وسط شعبه ولا وسط فئة مختارة متحددة من جهات امنية ومتحددة من الرئاسة ومتحددة من وزارة الشباب؟ يعني زي ما كان بيحضر في المؤتمرات لحسني مبارك بالظبط، كان يبقى لقاء الجامعات معروف مع مين، لقاء الشباب معروف مع مين، فدول لا يمثلون الشعب من وجهة نظر البعض. ايه قراءتك للموضوع وشفته ازاي؟ اقول لحضرتك حاجه، هو في البدايه يعني عبد الفتاح السيسي النهارده في تواجده في النشاط الرياضي اللي هو حتى هو قال
بصورة عامة. ده نشاط ومش فكرة النشاط أكثر من الفكرة من المعنى أو من الهدف. النص الرسالة اللي واضحة من كلامه أيه هو الهدف؟ شباب الهدف اللي من وجهة نظري إن شباب الجماعات وشباب الجيش وشباب الشرطة يحصل تراقي معاهم ويحصل نوع من أنواع الحوار بقى، سواء بقى حوار عن طريق بقى الرياضة أو بأي شكل من الأشكال. لكن النهاردة عبد الفتاح السيسي لسه خطاه السياسية لم تظهر بعد. هو النهاردة بيحاول يخلق ليه شكل، بيحاول يخلق ليه شكل ومضمون بيقدمه للشعب المصري. شفناه في المراقم الرياضي، او شفناه حتى لما قدم بوكيه الورد للفتاه للسيده اللي تم التحرش بيها في ميدان التحرير. او يعني تفتكر مشاكل مصر العظيمه اللي هو نفسه قال ما فيش مصر يعني بتمر بازمه غير مسبوقه واعترف بذلك، وكل الناس اعترفت بكده، والوزراء الان بيعترفوا بكده، وزير الكهرباء بيقول مستحيل، وزير الزراعه وكلهم بيتكلموا، رئيس الوزراء، كل الناس بتتكلم ان احنا في ازمه غير مسبوقه. هل الحاجات اللي قوم بيها السيسي في اول يومين دول يعد مؤشر على انه سيكون اداؤه مختلف اللي انت بتتكلم عنه في المستقبل؟ يعني بوكيه ورد ودرجات حتى هذه اللحظه لم نجد رئيس الجمهوريه الشخص السياسي حتى نقدر نتكلم معاه. هو يمكن في خطابه يوم اعلان، يعني اعلان مش هسميها برضه تنصيب لان انا ارفض هذا المسمى، ولكن يوم توليه السلطه بشكل رسمي في قصر الاتحاديه وقصر القبه، الخطاب اللي قعد اكثر من 48 دقيقه على ما اعتقد هو وضح الملامح. يا استاذ حسام، انت بتقول انا يعني هو نفسه سماه تنصيب والرئاسه سمته تنصيب انا رايي انا بس اسالك على حاجه. الناس اللي كانوا حواليه النهارده تفتكر ان هم بيمثلوا الشعب؟ يعني مواقع وسائل الاعلام بتتكلم انه هذا هو الرئيس اللي وسط شعبه. هل انت شايف ان دول الشعب المصري؟ اسمعني الاول لو سمحت السؤال وجاوب براحتك. هل انت شايف ان ده الشعب المصري؟ الفنانين والاعلاميين ما هم دول اللي كانوا بيتلفوا حوالين حسني مبارك برضه، يعني ايه الفرق؟ انا بكلمك بلسان الاخر. يعني انا مع حضرتك في جزء مهم جدا، ان احنا خايفين ان يتكون مره ثانيه حول رئيس الجمهوريه حلقه زي اللي كانت حلقه موجوده ايام مبارك، او حلقه اللي كانت زي موجوده ايام محمد مرسي، الحلقه اللي بتسقط اي نظام. طب انت خايف مين اللي بيعمل ده؟ مين السبب في ده؟ مين المسؤول عن ده؟ ما انا هقول لحضرتك اكمل بقى، اديني فرصه ان انا اكمل وارد. انما النهارده حسب معلوماتي اللي كان موجود بعض شباب الجامعات، ناس من جامعه القاهره وعين شمس واسيوط واسكندريه كانوا موجودين، واعضاء في اتحاد الطلبه، شباب موجودين من كليه الشرطه والكليات الحربيه في اخر دفعه ليها، دول اللي كانوا موجودين النهارده الحضور. وجود بقى الفنانين او بعض الاعلاميين او بعض الشخصيات المجتمعيه اللي ليها بعض التواجد في المجتمع، النهارده احنا بنتكلم على المعنى الاساسي من كم عبد الفتاح السيسي، وهو ايه؟ ان النهارده مصر بتمر بازمه. النهارده ان هو رئيس دوله بيحاول يدي شكل مختلف عن رؤساء الدوله اللي كانوا موجودين، بيتكلم ان استخدام العدل، حتى لو النهارده احنا علق على الطريقه حتى اللي هو اتكلم بيها، هو بيحاول يتكلم مع الرجل البسيط اللي بيحاول يقول له احنا حقيقي في ازمه، حقيقي مصر داخله على ازمه بالنسبه للطاقه، حاول تساعدنا في ترشيد استهلاك الطاقه سواء ده بالبنزين او كهرباء. طيب او غيره. طيب يا استاذ حسام خليك معايا لو سمحت. خليك معايا لو سمحت يا استاذ حسام، وبعود مره اخرى استاذ سامح راشد الكاتب والباحث السياسي. هو يعني السيسي اتكلم انه النهارده ده رمزيه تجمع، الموضوع مش موضوع ماراثون او غيره، ان احنا يتحبوا ويتجمعوا على قلب رجل واحد من اجل المستقبل. هل الحديث ده في شيء من المصداقيه والواقعيه في هذا الماراثون الذي تم اليوم؟ وتعليقك على ما قاله الاستاذ حسام. لا، يعني المصداقية والواقعية هنا منتفية في القصة برمتها من البداية، بمعنى أن في أي سياق بيتم عمل هذا السباق أو هذا المرس من إنجاز التعبير في بلد منقسم سياسيا، متدهور اجتماعيا، متفسخ ثقافيا، يعني تحت الصفر تقريبا اقتصاديا، فأي سباق اللي بيتم وطبيعة النشاط نفسه، يعني ده نشاط يناسب تماما نادي الجزيرة وليس العشوائيات بتاعت الدويقة ولا بولاء ولا المناطق اللي هي أغلبية الشعب المصري. بمعنى لو قبلنا المبدأ، فكما قلت في السابق يجب أن تكون البداية بالذات، أن يبدأ التقشف بالنفس، وحتى الدعوة إلى إن افترضنا أن التفسير الآخر اللي هو الحوار والتقارب وما إلى ذلك، يجب أن يبدأ المرء بنفسه، لا أن يقدم على
أن يفتح باب الحوار مع كل القوى السياسية، أن يدعو إلى المصالحة بشكل حقيقي وفعلي، أن يدخل المصريين جميعا كما هو يقول، أن يدخل المصريين جميعا في دائرة المواطنة. ولكن اللي حاصل بالفعل أنه بيخرج قطاع من المصريين، وقطاع لا يستهان به ولا يمكن استبعاده، خارج دائرة المواطنة أساسا، ثم يقول لبقية القطاعات الوطن للجميع والكل مقبول. طب هو اتكلم على القوة الذاتية للمصريين بعد أن أقصى بالفعل، هو اتكلم عن استنهاض القوة الذاتية للمصريين، هل هو نجح في ده فعلا زي الماراثون، زي يعني الكلام ده خطابه دائما ان المصريين هم اللي هيحلوا، المواطن هو اللي هيحل؟ صحيح. هل هو نجح في ده؟ هل خطابه او طريقة أدائه تستنهض حتى نكون منصفين، ما ينفعش بعد يعني عدة ايام نقول نجح ولا فشل، يعني يعني ما لحقش تمام. لازم يكون في شوية وقت، ولكن في المقابل عشان انا اصبر عليه وانتظر، لازم هو كمان باللغه العاميه يديني اماره، يعني او لما يبدا باشارات يبدا باشارات واقعيه منطقيه، يبقى لها مصداقيه في الشارع قبل ما يكون يبقى لها مصداقيه في الوسط الفني. طيب او ما الى ذلك. اشاره اخيره بس الى مساله الرمز هنا. الرمزيه هنا بتذكرني بحسني مبارك لما راح لبس قميص وعشر قهوه في يعني الموبا. لولا ان سنه في ذلك الوقت لم يكن يسمح لربما صوروه يلعب سكواش. المثل اعتقد المقارنه هنا ليها دلاله بالغه. طيب نشوف الناس قالت ايه مع عمر فياض. بالتاكيد الحدث ده كان يعني موضوع كبير، لان الناس هي اللي في الاخر هتركب عجل. بالتاكيد اثار فضول الكثير وتظهر هذا في التعليقات. ونبدا مع اسماء تقول صلح الشوارع اصلا الاول يا ابني، وبعد ما تصلحها في او بعد ما تصلحها ابقى اعمل قواعد للمرور واشارات، وبعد ما نعمل كده اشتروا عجل صالح للاستخدام الادمي، وبعد ما تعملوه كده ويبقى عندكم لاين للعربيات ولاين للعجل ولاين للاسعاف، ابقوا اطلبوا من الناس تمشي، اي ابداوا باصلاح البلد قبل ان تطالبوا الناس بالتوفير. اما مصطفى يقول الراجل ده لا يعرف شيء عن المصريين الطموحين، يا ابني ده احنا رجلينا المطحونين على فكرة المطحونين ده رجلينا ورمت من المشي، تعبوا اصلا من المشي في البداية. اما هذا الحساب فيقول اما هو عايز يوفر ما بدأش بنفسه ليه واتى بعجلة يوم تنصيبه. اما تعليق ايضا لهذا الحساب ايضا يقول لما يتنازل عن راتبه ويعيش في شقة ايجار يبقى يتكلم يتحدث عن ما قام بفعله الدكتور مرسي في عهده. أما تعليقات تويتر فناصر هجرس يقول الثورة تتناسب تناسبا عكسي مع القمع، وده دليل على قرب سقوط أبو بسكليتة. تعليق لسلمى تقول في رأيي أن هذا الكلام كلام اعتباطي ليس له أي أساس من الصحة، ولو قال محمد مرسي هذا الكلام لانتقده الجميع. أيضا تعليق لهذا الحساب يقول إيه المشكلة لما يطلب كده، أولا رياضة وثاني شيء صحي للبيئة ربنا ينصره. تعليق لحسين يقول في بالونة اختبار قبل رفع أسعار المحروقات لتهيئة الرأي العام لهذا الموضوع. آخر التعليقات لمصطفى يقول هي نفس الدعوة بتاعت قسم الرغيف على أربعة وعربيات الخضار لحل أزمة البطالة، واللمبة الموفرة هي الحل عشان أزمة الطاقة. إليك أيمن. شكرا لك عمر ولكل من شاركوك. طيب أستاذ محمد القدوسي، المشتركة الأولى أسماء توفيق قالت الرصيف أولا في العبارات الكتير اللي ذكرتها. ده كلام صحيح. وإن يبقى في دولة الأولى، أنا عايز بس أقول حاجة يمكن أختلف فيها مع الأستاذ سامح، هي إن السيسي يحكم مصر من 3/7. إحنا بنطلبه بعد يوم ولا بعد يومين، الراجل ده بيحكم البلد عمليا، هو الحكومة اللي شغالة ديت هي حكومة من 3/7. الراجل ده آخر دفعة قوانين كلف الرئيس المؤقت وهو برضو كمان رئيس مؤقت عدلي منصور بانه يطلعها، طلعت بشأن المهن الطبية تقشف المرضى وعدم تقشف الدولة. يعني ايه؟ يعني على المرضى ان يدفعوا، على المشتركين في التأمين الصحي ان هم يعملوا، على الاطباء ان هم ما يقبضوش. طيب فين ان الخدمة اللي انت بتقدمها للمريض والاجر اللي انت بتقدمه للطبيب؟ لا، الدولة مش هتدفع. فهو عايز الناس يدفعوا له عشان هو يفضل رئيس. هي دي الفلسفة اللي هو جاي بيها. احنا طيب موضوع المقارنة بين محمد مول حسن البرنسي لما مشي بدكتور حسن البرنس نائب محافظ اسكندرية وقت دكتور مشي بالعجلة مسكوه في وسائل اعلام قطعوه، يعني
عزيزي واحنا لما محمد مرسي نازل عن راتبه ونازل عن لما دكتور هشام قنديل قال قطنيل قال لك هشام قطنيل ومش عارف ايه كويس. دلوقتي انت لا لاقي قطنيل ولا لاقي مروحه، مش لاقي غير النيله بس، يعني ما فيش قطنيل فيه نيله نيله بنيله يعني الحقيقه. لكن انا هقول لك على المساله باختصار. 10 ثواني. حاضر. مساله باختصار شديد جدا. ايها الثوار، سواء اكنتم من الاسلاميين او من غيرهم، من الاخوان او من غيرهم، عليكم ان تعيدوا ترتيب اولوياتكم. انتم عدائكم الاصلي مش مع بعض، انتم في عداء واضح مع هذا الرجل. شكرا جزيلا. الذي جاء ليجعلنا مسخره في البلاد كلها. محمد المرسي والكاتب والباحث السياسي سامح راشد، وشكرا لحسام فود عضو مكتب التنفيذي لتنسيقيه 30 يونيو وعضو جبهه الانقاذ كان معنا عبر الهاتف. عرضنا في مصر الليله متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. في الشارع راجل معاه بكلوس تجاره، ما ينفعش اقف كده. حملة إخلاء قصر للميادين من الباعة الجائلين وسط انتقادات لعدم توفير بدائل وقسوة تنفيذ الإزالات، فهل هذا مؤشر على تعامل جمهورية المشير مع فقرائها أم استعانة أو استعادة لهيبة الدولة؟